يعقوب بوشهري في قبضة السلطات الكويتية وفاطمة الأنصاري تأكيده مع أحلام. ضبطت السلطات الكويتية كمية كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادماً من إحدى الدول الخليجية وتعود ملكيته للناشط الكويتي يعقوب بوشهري. وخرج يعقوب عن صمته إزاء هذه الحادثة وعبر عن غضبه تجاه ما حدث من خلال هذا الفيديو. النهاية انطر يا أخي شوية انطر النهاية، وأنا الحمد لله كلي ثقة جهات الاختصاص الموجودة بالكويت، النيابة، المباحث، الجمارك، الداخلية، كل الناس راح تطلع صجية، راح تطلع راح تعرفون صجية خبر اليوم بفلوس باكر ببلاش. الحين الموضوع تحقيق، وأنا بالعكس الواحد قال لي تليفون الحين يقول لي الحين تعال، والله الحين ارجع الحين في طياره الساعه 10 يبغى اخذ طياره وارجع، والله الحمد انا عارف نفسي، ولكن بقول كلمه والله 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 ان انا ما راح اتنازل عن حقي عن اي احد راح يغلط. لا تستعجل، شوف هالمره قلت اللهم بلغت اللهم فشل، في شيء باكر ببين، يقول لك اللي بالجذر يطلع من الناس. اهدى شويه، واحد ما يستانس يوم لا ثاني يوم سادعينه. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم اتهام يعقوب بوشهري بقضايا مخلة، ففي عام 2022 اتهم بقضية غسيل أموال المشاهير وتمت تبرئة معظم المشاهير عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري. وما أثار الجدل هو ردة فعل طليقته فاطمة الأنصاري التي لم تهتم لما حصل معه، وظهرت هي وشقيقاتها في فيديوهات عدة مع الفنانة الإماراتية أحلام قائلة أنتم لازم الحفلة الجاي تكونوا موجودين، بنات الأنصاري أحبهم، لازم الحفلة الجاي تكونوا موجودين. حبيبة عيني يعني هذه أخواتي أحبهم بنات الأنصاري أحبهم حبيبة عيني. فأجابت خبيرة التجميل أمل الأنصاري حبيبة عيني بتعرفي أنا كان المفروض أسافر اليوم وأجلت الرحلة عشانك. تدرين أنا المفروض أسافر اليوم أجلت الرحلة عشانك أجلت عشانك حبيبة عيني الله يحبيني ولا منك يا حبيبة.